يلي عم بيصير من امبارح لليوم مش مقبول ابدا ولا باي شكل من الاشكال. يعني التغريد يلي حطها السيد جواد هيدي اخر شيء كنا بنتوقعه، انه تعال ترجع الحساسيه بين الحزب والحركه بسبب تغريده حطها ابن سماحه السيد حسن. ابن سماحه السيد يلي بكل خطاب له بيدعيش الا للوحده، وما بيدعيش الا للتكاتف، وما بيدعيش الا للاخوه بين الحزب والحركة. آخر شيء بيطلع ابنه بحط تغريدة فيش إلى لزوم وفيش إلى داعي وفيش إلى معنى، وبيخرب الجو الشيعي كله سوا. تخيلوا لو باس البري حاطط تغريدة اتطاول فيها حزب الله. وأكثر من هيك، كل يلي كتبوا عند السيد جواد سواء قصده حركة أمل أو مش قصده حركة أمل اتطاولوا عنا بهبري وشتموا الرئيس بري وقللوا أدب على الرئيس بري. لو نحن صاير معانا، لو باس البري كاتب هيك وطلع كم واحد طول على السيد حسن، شو كان صار بالدنيا؟ اول شيء كان باسل بيقبل؟ كان اي واحد بينا بيقبل؟ كرامة العالم مش لعبة، وكرامتنا نحن مش لعبة، وكرامة الرئيس بري من كرامتنا كليتنا. والاكثر من هيك انه قال انتم اليوم بتفوقوا علينا كرمال الاعلامي حسين شمس بيرد على جواد نصر الله. شو بدكم لكن؟ بدكم حسين شمس يسكت لجواد نصر الله؟ بتطاولوا على بهبري وبدكم اياه نسكت ونسد بوزنا؟ وبتطلعوا دعايات انه حسين شمس مطرود ومفصول من حركة امل، فشرتوا برقبتكم. حسين شمس من اوائل العالم بحركة امل، هو وبيه وامه واخواته، والله يرحم بخيه وبلا يفتح ابواب مخلقة. انتوا المطرودين من حركة امل، وانتوا المفصولين من حركة امل، وانتوا يلي بزعتوا بسخن حركة امل. انا عم بحكي عن الناس اللي بتعمل فتن، مش عم بحكي عن الاخوة المحترمين بالحزب. كرامات العالم مش لعبة، كرامة نبيه بري بكرامة الكبير فيكم. ومن مكان يكون ما حدا بيسمح له بالدنيا كلها يدق بنبيه بري وبكرامة نبيه بري. والسيد جواد بدعو هلأ بهيدي اللحظة يفوت على تويتر ويقول كل واحد طاول على نبيه بري هيدا عميل صهيوني وهيدا واحد في تنجي.